تصوري يا حبيبتي اول مره في حياتي اكذب. ازاي يا عم؟ يعني قلت للبنات ان انا مسافر الهند عشان ما حدش يشك في غيابي واحنا في شهر العسل. طب ايه رايك نطلع الهند عشان ما تطلعش كذاب؟ الهند دي بروحها عشان اجيب بضاعه. انا عايز اخدك مكان ما اقدرش افكر في اي حاجه غيرك انت. اخص عليك يا عبدو كده تزعلني منك. انا زعلتك ليه يا حبيبتي؟ بقى انا برضو اي حاجه. ما اقصدش انت كل حاجه في حياتي. بقى انت لو اي حاجه كنت اقعد السنين الطويله دي متعذب واقول امتى يجي اليوم اللي نبقى فيه مع بعض لوحدينا. امتى يا عبدو؟ الليله هجيب المأذون والشهود وبكره السفر باذن الله. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. في حجز باسم عبد الرحمن صالح. مظبوط يا فندم. اهلا وسهلا. الامضاء لصمات. اشكرك. قامة سعيدة. اشكرك. انا فرحانة، فرحانة قوي يا عبدو. مش قد فرحتي، بس انا بالليل محضر لك مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ ما تبقاش مفاجأة لو قلت لك.
انا حاسس كاني في الجنه. طب رد على الموبايل بتاعك. وهو في موبايل في الجنه؟ يعني ايه بقى؟ يعني سيبيه يرن. يا حبيبي ممكن يكون حد في الشغل محتاجك ضروري. شوفي انا جاي هنا عشان انسى كل حاجه الا انت يا حبيبتي. فين نرجس تشوف السعاده اللي انا فيها عشان تعرف ان السنين اللي فاتت دي ما راحتش هدر ابدا. كانت بنت حلال، هي فين دلوقتي؟ ما انا قلت لك انها بنت اختها اتطلقت وقعدت معاها في طنطا. لو عايزه اي حاجه قولي لي وانا ابعت لها على طول. انا مش مقصره معاها يا حبيبي. انا اللي كنت مقصر معاكي. قولي لي دلوقتي نفسك في ايه؟ اجيب لك طياره نطير بيها في السماء؟ اجيب لك غواصه ننزل بيها لأقرب البحر؟ كفايه عليا السعاده اللي انا فيها دلوقتي. نفسي اساعدك اكتر عشان نعوض السنين اللي ضاعت مننا. انا مفيش سنين ضاعت مني، لاني حاسه اني اتولدت من جديد. انا حياتي لسه عمرها ايام، لكن كل يوم فيها بيساوي 100 سنه سعاده. لو الزمان يفضل هو الزمان والمكان هو المكان وانت جنبي، ساعتها هقول ان انا عايش في الجنه. يلا بينا نرجع. ليه يا عبد؟ عشان اشحن الموبايل. هو انت يعني بتستعمله؟ انا ما بكلمش غير عيشه وما بردش غير على عيشه. وش معنى بقى عيشه؟ يعني الوحيده اللي تعرف. عيشه دي طول عمرها بنت حلال. الوحيده اللي بستأمنها على اسراري. يعني كفايه فضلتني على اخوها شقه. انت يا عبد اللي يعرفك يفضلك على الدنيا دي كلها. مين يشهد للعروسه؟ انا ما بجاملش، انا بقول الحقيقه. تعرف لو ما كنتش جوزي كنت هقول انك احسن راجل في الدنيا دي كلها. يا سلام. بابا اتاخر المره دي قوي في السفر. فعلا مش معقول قاعد المده دي كلها في الهند علشان يشتري بضاعه. ما يمكن قاعد يتفسح شويه، ده بيقولوا الهند دي حلوه قوي، انتوا ما بتشوفهاش في الافلام. يوه ما تسيبوه، سيبوه خليه يفك عن نفسه شويه، عاملين زي العلقه في رقبته كده ليه؟ هو يعني راح الهند يعمل ايه؟ هيجيب لكم تمر هندي، لو هنا في تمر مصري لكان راح ولا جه. لا عايزه، انا عايزه بابا. ليه يا حبيبتي؟ في حد مضايقك هنا؟ هو لازم حد يضايقني عشان عايزه بابا، ده بحبه قوي. بعدين بابا ما بيكلمناش في التليفون. ما بيكلمكوش انتوا في التليفون. كان انا يا اختي بيكلمني كل يوم. نعم، واشمعنى بقى بيكلم حضرتك وما بيعبرناش؟ انا عكيت ولا ايه؟ اصل هو لما بيتكلم في يعني الوقت اللي هو بيتكلم فيه في التليفون انتوا ما بتبقوش موجودين، روحنا في داهيه. واحنا بنخرج نروح فين يا عمته؟ ما احنا قاعدين في البيت 24 ساعه. وكمان احنا معانا الموبايلات وهو عارف نمرها. يمكن نسي النمر. ايه بت بتبصي لي كده ليه؟ عارفه يا عمته سامحه بتتكلم في الموبايل مع واحد راجل. واحد بس؟ انت جبتي الكلام ده منين يا بت؟ عيب يا جميله تقولي كده. عيب انت كمان، انت هتصدقي كلامها؟ وافرضي انك بتكلمي واحد زميلك، ايه المانع؟ صحيح مفيش اي مانع. هو انت يا جميله يا حبيبتي مش بتكلمي زمايلك في المدرسه؟ ايوه بس مش بقول الكلام اللي بتقوله سامح في التليفون. بيت بيقولوا ايه لبعض في التليفون؟ ايه يا عيشه ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كلكم كويسين؟ الحمد لله. طب امي عامله ايه؟ عال عال سرية بتسلم عليك. قولي لي الشغل في البيت خلص ولا لسه؟ لا لسه يا اخوي، البيت فاضل عليه اسبوع ويخلص ان شاء الله. ايوه يا حبيبي البت جميله كويسه زي الفل، بس عماله تزن بقى وتقول لي ما دام بابا في الهند خليه يجيب لي فيل معاه. لو ما عرفتش تجيب الفيل هات الزلومه واحنا نتصرف في الباقي. سما حلوه زي الفل، عاوزه امتاب بتشال. الولاد كبروا يا عبوده. عبده بقول لك ايه، البنات الفار ابتدى يلعب في عبهم، عمالين يزنوا يزنوا يقولوا اول مره بابا يطول في السفريه. تعملي ايه مقصوفه الرقبه؟ تعالي روحي شويات. تعالي هنا امشي. يعني مش من حق اشم نفسي يومين؟ انا خلصت شغل وقاعد يومين ارتاح. الهند حلوه قوي وجواها يشرح القلب. ما تخافيش انا لما ارجع هقدر اقنع الولاد ان انا كنت في الهند فعلا. يلا ما
مع السلامة. مع السلامة. ايه يا عبدو؟ الولاد عرفوا حاجة؟ يعرفوا منين؟ وما تخافيش، أنا وراي ظهري جامد. عيشة دي تعجبك. ها. مش هنتغدى يا حبيبتي؟ يا حبيبي احنا فطرانين من ساعتين بس. يعني أنت تبقي جنبي والجو حلو ونفسي ما تتفتحش. سوريا وأنت معايا نفسي بتتفتح للدنيا كلها. عارفين كده بتقول له ايه؟ بتقول له ايه؟ بتقول له في فور بيلعب في عبوم، يعني ايه ده يا منى؟ يعني ابتدوا يشكوا، يعني مش مصدقين، لا يعني عايزين يعرفوا الحقيقه، فهمتي؟ معقول؟ هو ايه ده اللي معقول؟ ان عمته تكون بس يا سماح ما تكمليش. معقوله؟ معقوله اللي بيدور في دماغك ده؟ لا يا شيخه ما اظنش، هي قالت لي زمان ان هي كانت بتحب واحد قوي ولغايه دلوقتي ما فيش حد دخل قلبها غيره. ما هو احتمال هو ده اللي كان بيتكلمه في التليفون. لا ما افتكرش. يكونش بابا؟ ايوه صحيح، هي مش قالت لنا ان بابا بيكلمها من هناك يوم ويوم لا. طب لو كان كده بقى زي ما انت ما بتقولي، ليه عمته ما بتخليناش نكلمه احنا كمان؟ ماما ممدوح حبيبي وحشتوني قوي يا حبيبي. وانت كمان يا ماما. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. وحشتني قوي قوي قوي. وابوك عامل ايه معاك؟ بابا رغم اننا ما بنشوفوش كتير يعني، لكن حنين علينا قوي، مفيش حاجة حرمنا منها. طب بابا اي حاجة انا عاوزها بتجيبها لي على طول يا ماما. طب كويس يا حبيبي. ماما يا حبيبتي انت هترجعي معانا البيت؟ انا مش هرجع البيت يا حبيبي. ليه؟ انت من خلاص رجعت من السفر. ممدوح ماما قاعدة في بيت تاني. ليه يا اخي؟ انا عاوزها تيجي تقعد معانا. انت مش قلت ان بابا بيحبك وبيجيب لك كل اللي انت عايزه؟ ايوه يا ماما، بس انا عايزك انت كمان تحبيني وتجيبي لي كل حاجة. من عناية يا حبيبي، انا هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس بشرط مش عايزة بابا يعرف ان انا بقابلك. ليه؟ هو ماما بيحبكيش زيي. ممدوح مش عايزين نقول حاجة تزعل ماما. انما ما قلتليش يا ماجد عمك وعمتك راحوا فين؟ دول وحشوني قوي نفسي اشوفهم. هتفضل تحبني على طول كده يا عبده؟ بعد السنين دي كلها ولسه بتساليني يا حبيبتي؟ اصلك هتوحشني لما نرجع. ما انا هشوفك كل يوم. وانا هعمل ايه بقى وانت بعيد عني؟ تستنيني لحد ما اجيلك، ساعتها هعوضك عن كل الساعات اللي استنيتيني فيهم. انا كل لحظه معاك بتخليني اندم على السنين اللي ضاعت مننا. وانا كل لحظه معاكي بتخليني اشكر ربنا واحمد فضله. انا السعاده اللي انا فيها دلوقتي اكتر من اللي كنت بحلم بيها. قول لي يا عبدو، هتقول لي ولادك لما ترجع انت كنت فين؟ كنت فين ده ايه؟ كنت فين ده ايه؟ انت مش عارفه احنا فين دلوقتي؟ في الهند طبعا. لا انا مش ناقصه سرعه. هو بابا فين يا عمته؟ ايه اللي هو؟ بابا فين يا عمته؟ ما ابوكي في الهند. مش بقول لك اميتاب باتشان. بتسالي السؤال الغريب ده ليه؟ مش عارفه، انا حاسه ان بابا في حته ومش عايز حد يعرف. ما مش عايز حد يعرف ليه؟ هو يعني من امتى بيروح في حتت احنا ما بنعرفهاش؟ وبعدين هو كبير اسم الله عليه، يا اختي يروح مطرح ما يروح. هو بس يعني بيقول لك هو بيروح فين عشان انتوا تطمنوا عليه. بس الكلام البت المفعوصه دي قالته قلقني. ما هي البت جميلة دي بقى صفت الرقبة من لسان طويل دايما بتلبن في الكلام.